بمثل هذه المشاهد يقود زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك جمهورية البوسنة والهرسك إلى جحيم حرب عانت ويلاتها تلك البلاد من قبل. لكن تلك المشاهد لم تكن سوى مجرد حلقة في سلسلة من تهديدات متطرفة تخفي تحتها نذر الحرب التي قد تحييها من تحت الرمل تصريحات زعيم صرب البوسنة الانفصالية. ففي العاشر من ديسمبر الماضي حصل ميلوراد دوديك على اعتماد من برلمان صرب البوسنة يطالب بالانفصال عن المؤسسات البوسنية بغضون 6 أشهر، ما يهدد بإنشاء مؤسسات موازية خاصة بالصرب تشمل تأسيس جيش مستقل. ومنذ شهور يساهم دوديك في الدعاية لما يسميه توحيد العالم الصربي، وهو المصطلح الذي يعد نسخة جديدة لسياسات صربيا الكبرى التي أدت إلى حروب التسعينيات وكلفت حياة 120,000 شخص. وخلال احتفالات أعياد الميلاد قبل أيام ظهرت أصداء تصريحات زعيم صرب البوسنة المتطرفة بأغاني رددها صرب المتطرفون تنم عن كراهية للمسلمين وتدعو في كلماتها لإطلاق النيران على المساجد. ورغم أن الولايات المتحدة راعية اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك عام 1995 فرضت هذا الشهر عقوبات على زعيم صرب البوسنة، إلا أنها لم تكن كافية لردع دوديك عن طموحاته الانفصالية. وهي الطموحات التي تغذيها روسيا والصين من طرف وصربيا وكرواتيا من طرف آخر، إضافة إلى دعم من جانب بعض قادة الاتحاد الأوروبي اليمينيين مثل قادة المجر وبولندا وسلوفينيا. وفي دعم تلك الدول الأوروبية لتصريحات زعيم صرب المتطرفة ما يبرر غياب الاتحاد الأوروبي عن التعليق على خطط زعيم صرب البوسنة الانفصالية بعد أن بدا التكتل الأوروبي المسؤول عن مراقبة اتفاق السلام غائبا بشكل غريب عن واقع الحال والمقال في البوسنة والهرسك.